مقعيك وحلا إلى عبد الله عبد المحمد وحلا هم معلم لحية بصل وحشوني كبير معلم لحية بصل وحشوني يا يلا صباحك وحلا قبل دوتو وحنسي ده يسقال مقول يقطع معلم أو بنصلي سقال مقول يقطع كاسو حيا قال مقول يقطع قطنا ولا تهلتي ثيالي لا تسيري مشان كذا وما قال له صحيح أنا كله ما دام ما دام الدومية هذا شغاله أو شرماك وكله واقعي معلمين كل قال ساعات تكودوا سقال بقول يو أفر يكون المعلمين أو يلي ولي بع ومعلمين قرن كوسو شقين سيم وضب بدن أو كنا شقين أي بلا حقوق هي رمانت أسي ديني ها هذا ها مشارك هو يشوتوه دونان حقوها حقو حقوها بريستان حقوها بشاريستان وحالنا مدح ويني ما دام أتي مدحوني تمرد ذاك يعني هو دورنا يعني وهذه هي بين بالله تجنا إنه شرماك كل جري يصور بينا كل بينا وكل جري أي حاين نما كان أسيد أي معلمين تي مشارك قاعدين يسي كل شيء بين رجع إلا دولة دي داير يالة إلا تي محام سيرايو كل حي قاعدين مشارك ما دام أي مشارك قاعدين ين إمي كان أو كل جري ضد أصوب أو مشارك قاعدين يا سيدا أوجد وحنا كلنا مدحوني madaxweyne mashar maake waxa uu ku hadlaya waxa weeyaan waa been oo waxba kama jiraan waxaan ku leenahay dalka adiga lagu doortay adigu inaad ogaato wax kasta oo jira in lagu ayaan ka ayaan ka alsana mid labaad kale waxaan leeyahay maadaama aan aan mahay macallimiinta intaas oo dhan u soo mahay suuqada shaqaynaysay bilaa guno hadda ila iyo NRC baan ku shaqaynay oo ma samsam abdi aanan baantaynatii أنا قاعد لو رجع أنا قاعد أخذ هالك إلا إلا يوم قال كي ونتاجن هاي وحن لا يا هاي ومضى هلا بنت هلا قد هاي قرنا بين لا قرن كو بين كو مش قرن كريو وح هالك قرن كريو وا بنت اللي سكوا صاونا هي اللي سوشيجي كنت عادي لو وش قيو حل بو هاجين وعليه قدومي هذا شغالو إنه نو قال أنا يا ما ها أو إنه وحقبتنا قال تاعنا أنا هو أنت أصور دن بلا قلنا هين وأن مشار قادن أو قرن كي وش قيني وهابين ما نتاجن أو ما ضيع يرى يشيل كسوق أي وحبرني أو إلهي درتي وش غيرني ما دام يتعستين وما أنت يرى هذا وحن قاتي سجال بقول يا فريق أنت معلن أو أنا وحب كتشرين وعلنا مدح وين أرك هذا بقول نغو ذلك هذا جا كم مسؤولة مدح مالا تعبت أو كسر يسأل ما شفته أدي أنا هنا أنا معلمين تي ذلك أد يا أد بانو عباش أو موشين أرك أو شرماك توصل عليه وحنا ويا وحسوك اللي هل قف دير لك مطرين انتوا با الا دو دير يا بيلو كي كجيرين مشاركنا وي قادنين بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو جامع عمر عبد الله وحان كترسن معلمينتا ان كهول غلا دكسيده دوليغا ان غار ها ويلي با معلمينتا كغا هاول غلا سدا تبرعات كا اما بلا مشاركه وحان هلكا كا موجينا انا كو ودرينا عبشدا ان مدحوينها جمهوريه الصومال ee wadankan masuuliyadiisu ay saaran tahay waxaanu cabasho ka muujinaynaa ka dhan ah in ka yar ee gudoomiye sharmaarke ee fadhiya hay'ada shaqaalaha oo runtii ah loo haysto hoggaamiye daacada ama gudoomiye daacada laakiin khiyaamoola ah cabashadaydaas waxay ku saabsan tahay madaxweyne ee laba maalmood ka hor waxa xafiiskaaga uu kugu soo booqday kuuna sheegay isaga oo war saxaafadeed si wada jir aad u wada qabateen ku yimi kuuna sheegay inuu 904 macallin oo mushahar la'aan in badan ugu soo shaqeynaya qaranka waliba si dheef la'aan ah oo mushahar siiyay kana dhigay shaqaale rasmi ah waxaan leeyahay madaxweyne arrinkaasi hawo yaraatay wax ka jira ma jiro waxaana dhacday arrinka maalintii halka lagaga dhawaaqay waa lagu farxay adiga sumcad bay ku ahay xukuumad ahaan talaabo wanaagsan bay u noqonaysay maalintii warka laga dhageystay
عيد كستو أو أرنكاس مقشي أو دجها وحكم مقلسي أما بتشوكتي ور أدي أدو فرحات أبو شعب كأم غضي قار أهان حكومة دار مركي لما غلي وحقبت أسوق ربي أهاي بلسن لكن وركي شار كلا أيوة نوح داي وحن شلي تركوا صوت وصلني هذانو معلمين تي بلا مشاركة مدد دير دير فلا أنت قرن كودن تبرعات كوسو شقيني هذانو نهاي أوبت كود أو هجر بحي وحن شلي تلا مركي أنو صوت وصلني قواي وح برشدة أنو سنري كهول كلا أنا كيا معمول ياش يدي ووركي كدون أو نجا نحيي أيانو أقولني وركاس أو أه إن سجال بقول يا أفريقكم تنكي ونكاسي كغولا غلاي سوركا او كديغي حقيق جيرتا انو معلمين بلا مشاهر هي او مشاهر كدولدا اي ان دقالها دولدا دبد كغه جيره انو سو غلي او شرف كو نكونايس مانتا شيعبكاغي او انون اما دليرتي اما ددكي ان شيعبكا او انو عاد وخه قبتي كو نكونايس ارينكاس وخه نوقدي داد مارك هوره بيرولكا كو جيري وسارد وحبرشده أو أهم وسارد أن حكومة أي أو أقصان يدد مشاريسن كنا قادنا أي العقدة قف إنتي أما ماشي كبحيوس شقدي قرن كبنيي دبتناش لجبو الحيي أو وسارد وحبرشده أي أقصان يد شيء يسكت بدل كلاي قانو أو مشارك قارن شري أي أو نوجد يجي دد دفلان وصو شقينا أي قرن كان أنا كوا حنونا هاي كوا isku bedelka ku qaadanayay lacagta kuwi meel la joogay laakiin ilaahay wuxuu qorun buu qofku heelaa anagu maanu in laakiin ki meel la joogay isku bedelku heelay uu gunaysan yahay uu mushahareysan yahay maanta wuxuu nagala mid dhigay mid bila mushahara anagu sida xaqiiqda marka la eego dastuurka sharciiga marka lagu noqdo qofka bila mushaharka ama shaqaalaha dawladda ee loo baahan muwaadinka loo baahan la shaqaaleysiin aan anagu ka horeyno hadii aanu nahay macallimiinta ka hawlgala wasiirada dawladda ugana hawlgala si tabaruc ah aan waxaan ahay muddo macallin ilaa 16 sanadood shaqeynayay kana shaqeynayay iskuulada dawladda waxaan uga shaqeynayay si tabaruc ah dambeeyto bari dhawayd oo ay wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda shaqaaluhu ay noo soo martay kormeer waan aad iyo aad baan u farxnay waxaan u sii diray xaqiiqdii macnaha la dhigay hadda aad helaysaa dambeeyto waxa weey bishaaray noo ahayd maanta uu ku dhawaaqay madaxweynaha oo kula galay ee uu kula galay madaxweynaha sawirka beenta ee uu wuxuu macallimiinta bilaa mushaarka ahayd inay maanta ay wuxuu aad iyo aad ayaan u farxnay laakiin waxa taa ka dambeeyay warka uu sheegay inaanay waxba ka jirin hadii aanu nahay macallimiintii muddada dheer sida tabaruca waddankooga iyo dalkooga iyo ummadkooga wax u garayay taasi nama qabato warka waxaan madaxweynaha ku leenahay ninka sharmaarka wuxuu sameeyay shay been aad iyo aad u weyn marka sidaasina macnaa sumcada ayuu madaxweynaha adiga ka dilaya marka waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa in arrinka laga daba tago oo macallimiinta 950 ka macallin ee uu sheegay tabaruc iyo dheeflaan bay ku dhigayeen bal in macallimiintaasi waa in markaasi laga daba taga waayo macallimiintaas waxay macallimiin mushaarka qaadan jirtay ilaa barigi haya ilaa barigi asiraayo marka madaxweynaha waxaan ku leeyahay warka waxba kama jiraan hadii aanu nahay macallimiintii tabaruca ku dhigaysay ilaa waqtigii waanu ku dhignaa cidna nama oga marka waxa weey madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa in xaq iyagaasi in hoos loo eego wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu